امتى العميل بتاعي بيشتري المنتج، امتى ببيع بشكل كبير، وامتى ما ببيعش خالص، امتى الكلاينت بيكون مهتم وبيحصل بيع كتير، فين السيزون بتاعي، السيزون بتاعي اوقات ايه بالظبط. لازم تكون عارف امتى تعمل عروض على البرودكتس بتاعتك، او امتى تنزل باوفرز بشكل مختلفة، او هدايا، او حاجات تجذب العملاء، امتى تنزل بده وامتى ما تنزلش بده، امتى يحصل تغيرات مادية عند الناس، امتى الناس يكون معاها فلوس، امتى العميل بتاعك ما يكونش معاه فلوس، امتى طبيعة الاستهلاك بتاعت العميل بتقل او بتتغير مع الوقت. تمام، الحاجات دي كلها لازم تكون فاهمها، لازم تكون فاهم امتى الكلاينت بتاعك بيكون معاه فلوس وامتى ما بيكونش معاه فلوس، امتى بيقرر يشتري وامتى ما بيقررش يشتري، او الفلوس اللي معاه او الريزلت معاه او الفلوس مش بتكون متوافقه ان هو يقدر يشتري، امتى بيكون في سيزون والعميل بيقرر ان هو يشتري وامتى العميل بيقرر ما يشتريش. تمام، الحاجات دي كلها لازم تكون عارفها، عشان ما تجيش في شهر اصلا السيزون فيه واقع وتقول انا ما بيعش ليه، انا عندي مشكله في التسويق بتاعي، او امتى تقول انا لا انا المفروض الوقت ده نحصل فيه عدد مبيعات عاليه فما بيحصلش، او انت تقول انا احط التارجت ده او ما احطش التارجت ده. يعني ما ينفعش مثلا تيجي في شهر 9 وتقول انا احط تارجت هو نفس اللي انت بتحطه في شهر مثلا 2. تمام، ما ينفعش ان انت تشتغل في وقت سيزون غير في وقت مش سيزون. تعالى كده اقول لك لو انت بتشتغل ايه السيزون بتاعك او الوقت اللي انت المفروض تخلي بالك منه كوقت سيزون. خلي بالك ان وقت السيزون مختلف تماما تماما عن الوقت اللي مش سيزون، في المبيعات وفي البادجت اللي محطوطه وفي طريقه الاعلانات وفي كل حاجه. تمام، طيب امتى بيكون عندك بيع كتير او سيزون وامتى ما بيكونش سيزون؟ السيزون عندنا في الريال استيت بيكون من شهر 7، عندك شهر 7 8 9 10، الشهور دي كلها لحد دخول المدارس بنعرفه مع دخول المدارس. اول ما المدارس دخلت انت عندك البيع بيبتدي الكونفرجن بتاعك بيقل والدايركت سيلز بتاعك بيقل، يفضل يقل مع الوقت لحد ما تلاقي نفسك في شهر 1 و2 الدنيا عندك بطيئة. تيجي تخش بقى في شهر 3 الدنيا تبتدي تعلى سنة بسيطة، عندك 4 5 خلاص الستيبل، بدأت ان انت الدنيا راسية معاك وبدأت ان انت لو عندك حاجات سكني شغال عليها بشكل كويس. طيب بعد كده خلاص بدأت تخش شهر 6 7 السيزون معاك بيعلى تاني. طب ده هيخليك تفكر في ايه؟ تفكر ان انت يكون عندك فاريتي كتير. يعني ايه فاريتي كتير؟ يعني عندك حاجات كتير تشتغل عليها. يعني مثلا ما ينفعش ان انت تشتغل سكني بس، انا مش برجح، او في الشركات اللي بتشتغل سكني بس بيكون دايما عندها مشكله، الناس اللي بتشتغل ساحلي بس بيكون عندها مشكله، عندها اوقات كتير مش بتبيع حاجه، بيجي عليها شهور مش بتبيع اي حاجه. فانت لما يكون عندك اختلافات كتير، يعني مثلا انا ابيع في العاصمه وابيع في اكتوبر وابيع في الساحل. حلو، ليه مثلا ابيع في المناطق دي؟ مثلا انا عندي في الساحل وعندي في السخنه وعندي في سدر مثلا، تمام؟ 3 مناطق مختلفين في الليفل، فانا اوريدي هبيع في حته منهم بشكل معين، او ان انا عندي في مناطق سكنيه هبتدي ابيع منها، يا اما عندي العاصمه عاليه جدا جدا او عندي مناطق اقل شويه، مثلا اكتوبر اقل، عندي مناطق مثلا في مدينه نصر اقل. تمام، طب انا المفروض اشتغل على المناطق دي كلها، تشتغل عليها عشان لما تيجي تحط تارجت معين في شهور تبقى انت عندك بارد تقدر تحطها، عندك اختلافات تقدر تشتغل عليه. طب لو نفترض ان انت بتشتغل على منطقه واحده او بتشتغل على سوق واحد او بتشتغل على كاتيجري معينه، لا فانت كده عندك في مشكله محدده. طب لو انت بتشتغل بقى على حاجه اندستريال او حاجه مثلا كوميرشال او كده، فانت عندك ده سب شق تاني او جزء تاني بتكون شغال عليه، مش محتاج مواسم، انت محتاج تتابع الاقتصاد ومحتاج تتابع التطورات اللي بتحصل في رؤوس المال والاقتصاد جوه الدوله. طب تعالى كده نطبق ده ونشوف الكلام ده المفروض بيمشي ازاي. انت العميل لازم تسال نفسك امتى العميل بيشتري، انت عندك اعلى وقت في السيزون امتى؟ على فكره في كل شركه جوه الاندستري بتاع الريل سيت بيكون ليها اوقات بتعلى فيها جدا 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 وبتحقق مبيعات عاليه في شهور معينه، في شركات تانية عندها في نفس الوقت بيكون الوقت عندها
قليل. طبعا ده بيعمل ايه او ده بيكون سببه ايه؟ سببه باختلاف السيزون، اختلاف السيزون الجزء الديفلوبمنت عندهم، هل هم قادرين كديفلوبمنت يسوقوا الشهر ده وينافسوا بشكل كبير في السيزون ولا مش قادرين ينافسوا في السيزون ده؟ طيب هل في تعال كده نسأل نفسنا، انت عندك في المبيعات، عندك في المبيعات في تغيرات بتحصل، في تغيرات بتحصل في السوق، في قصدي الارقام بتاعت المبيعات؟ اه والله انا عندي مثلا شهر 6 مثلا بايع مثلا 5 يونت، تمام؟ يعني تعالى كده نكتبها بشكل اوضح شويه عشان تطبق الكلام ده بنفسك. انت عندك شهر 6 عندك في تاني يونت مثلا، تمام؟ 10 وحدات. عندك والله شهر مثلا، عندك تعالى كده نفصل ما بينهم شهر، تمام؟ 7، تمام؟ والله انا بايع مثلا في شهر 7 15 وحده، وتبتدي تحدد كل شهر امتى. طب هنا في اختلاف، هل انا احسب الكلاينت اللي اشترى في شهر 6 وهو اصلا عميل جاي في شهر 3؟ يعني مثلا انا دلوقتي عندي الليد ده او العميل ده جاي في شهر 3، طيب شهر 3 ده المفروض العميل اللي جاي فيه اشترى في شهر 6، انا احسبه بناء على الليد ده بناء على شهر 3 ولا احسبه بناء على شهر 6؟ لا انا احسبه على شهر 6. ليه احسبه على شهر 6؟ لان انت لو فضلت مستني كلاينت من شهر 3 عشان تشوف هيقفل ولا لا وتحسب على هذا الاساس، يبقى انت مش هتقفل شهور، مش هتعرف انت كسبان ولا خسران في الشهر ده. في عملاء بتقعد اكتر من سنه وبعد كده تلاقيها جت سالتك وكلمتك ورجعت لك تاني واشترت منك، تمام؟ فانت قفل الشهر بشهر، قفل الشهر بشهر، تمام؟ بتبتدي تحسب الشهور، ايه اعلى شهر عندك فيه عندك فيه اساسيات، عندك فيه معدل بيع عالي بشكل كبير. طيب هل انت بقى عندك دلوقتي الاوفرز اللي انت بتقدمها بتأثر على المبيعات؟ يعني مثلا انا عندي مثلا في شهر، عندي في شهر 6 بايع 10 وحدات، تمام؟ طب في شهر 7 بايع 15، هل ده بسبب الاعلانات؟ هل الاعلانات او العروض، تمام؟ خلينا نكون محددين، العروض الاعلانيه، تمام، بتأثر ولا لا؟ تمام. هل انا بجيب بقى ايه، بعمل ايه؟ والله انا عندي هنا مثلا شهر 6 شهر 7 8 9، تمام. تعالى مثلا هنا نقول عروض بدون عروض، تمام، وعندي شهر 7 بدون عروض وعندي شهر 8 عروض الصيف مثلا، ولنفترض ان ده اسم الاوفر او العروض اللي انت شغال عليها. عندك والله شهر 9 مكملين في نفس العروض، عندك جيت شهر 10 بدون عروض، حلو. طيب خلاص بدون عروض عندك مثلا، خلينا نقول شهر 10. طب تعالى هنا مثلا، والله انا هنا بايع في شهر 6 10 وحدات، عندي في شهر 7 بايع 15، في شهر 8 بايع 14، عندي في شهر 9، تمام، ايه عملت ايه؟ خلينا كده هنا مثلا نقول هنا 15، عندي هنا مثلا عملت العروض، كملت في نفس العروض وبايع 20 وحدة، تمام، وعندي هنا المفروض ان انا رجعت تاني بعت ايه 9 وحدات. هنا انا عندي القرار بتاع الناس متغير، انا عندي هنا الناس استغلت العروض اللي انا اشتغلت عليه. طيب هنا في بقى سؤال هسأله، انا هنا في عروض بس بايع 14، هنا في عروض بس بايع 20، طب ده هنا بقى ايه؟ هنرجع تاني قرارات الشراء بتاعت العميل، تمام، وهنشوف انواع الاعلانات، ايه انواع الاعلانات اللي انت اشتغلتها
علشان تبين الفرق وتطلع الاناليسيس. بقى ده كده انت بتعمل اناليسيس، بتطلع اسئله في اسئله في اسئله لحد ما توصل لاجابات انت ما كنتش متوقعها، وتوصل لاوبجكت معينه انت او اجابه سؤال معين. هنا السؤال بتاعنا اللي بنفكر فيه، احنا لما بنعمل اوفر بنبيع اكتر ولا بيفضل معدل البيع زي ما هو؟ تمام. وناخد هنا ديسيشن، ناخد قرار، تمام، او نطلع انفورميشن. ما ينفعش تشتغل على حاجه من غير ما تطلع انفورميشن، تطلع معلومه في الاخر انت عرفتها، او من غير ما تطلع ديسيشن، قرار انت تشتغل عليه. تمام خلاص، انا هنا عندي في انواع اعلانات، انواع الاعلانات تختلف. فهنا في نوع معين من الاعلان، تمام، عندي هنا المبيعات، لازم أن اكون عارف شغل المبيعات. المبيعات اختلفت، تمام، مندوبين المبيعات مثلا، مندوبين المبيعات، خلاص. فانت لازم تكون فاهم الكلام ده، هل عندي مندوبين المبيعات اختلفوا ولا هم نفس مندوبين المبيعات؟ تمام. طيب خلاص، انت فهمت الاجزاء دي كلها واشتغلت عليها وعرفت الجزء ده، وفهمت ان انت عندك في مشكلة في الشغل مع الناس بتوع المبيعات، لا انت عندك الاعلانات فيها هي اللي مقصره. يبقى احنا هنا هنعرف الاعلانات بتفرق ولا لا، الاوفرز قصدي بتفرق ولا لا، تمام، وهل ده ايه سبب التاثير؟ هل اللي بيأثر في الاعلانات او الاوفرز بتاعتي انواع الاعلانات، ولا قراءات الشراء بتاعت الناس على حسب الوقت، ولا مندوبين المبيعات نفسهم وتفاصيل ايه البيع؟ تمام خلاص، دي لازم تكون فاهم. طب بعد كده بقى تسأل نفسك، هو يعني الاستهلاك بتاع المنتج، تمام، في العميل نفسه بتفرق. يعني ايه؟ يعني مثلا انا عندي دلوقتي في الريال استيت، الناس المفروض عندها بودجت معينه بتشتغل عليه، عندها بودجت معينه والاستهلاك بتاعها محدد. يعني مثلا انا المفروض بشتغل على اريا معينه، حلو، الاريا دي تعالى ناخد مثال، الاريا دي انا بشتغل على وحدات بتارجت الناس المصريين اللي عايشين في الامارات مثلا، وعايزين يشتروا وحدات في مصر، عايزين يشتروا وحدات في مصر، وبقالي فتره شغال على كده وببيع من الاريا بتاعت ابو ظبي مثلا كتير جدا. تمام، طيب حلو جدا، انا بقالي فتره شغال على ده وببيع بيه والدنيا كويسه، هل انا دلوقتي حصل مشكله مثلا في اقتصاد او في طبيعه المصريين اللي موجودين في الامارات وبداوا يرجعوا كلهم على مصر، بداوا يرجعوا كلهم على مصر، هل انا هنا في تغير؟ هنا في تغير استهلاكي، تمام، في هنا تغير حصل مادي واجتماعي، مادي واجتماعي، الناس بدات ترجع فمبقاش يدخل لها دخل، تمام، فانا حصل هنا عندي تغير. طيب فهل انا حصل ده عندي ولا لا؟ عشان كده دايما بقول لك انت تفكر تتابع كمصور، تتابع الاقتصاد، تشوف التفاصيل اللي انت مش واخد بالك منها او مش عارفها. تمام، هنا هيفرق معايا جدا جدا في لو احنا مثلا قلنا ان الاماراتيين المصريين سوري اللي عايشين في دول الخليج او في الامارات او في الكويت زي ما حصل قبل كده، بداوا كلهم يرجعوا مصر، هنا عندي في تغير حصل، الانفايرمنت اتغير، بتاع الكاستمر نفسه، الجزء بتاع السوشيال الاجتماعي كله متغير. لو انا حتى بتارجت دوله معينه يشتروا من مصر فده حصل فيها تغير. طيب تعالى مثلا برضو اسال نفسك سؤال برضو مهم جدا، هل الناس عندها تغير على المنتج نفسه، تغير ادراكي، الناس عندها ادراك؟ تعال كده مثلا نشوف اعلان المرشدي لما كان بيتكلم عن مناطق على البحر مهمة جدا، وكان فيها إعلان، وبعد كده الناس بدأت تصور الإعلان ده أول مكان اللي فيه الإعلان، وقالت دي الصحراء اللي المفروض هنشتري فيها من المرشدي. تمام، حصل تغير في المستهلك، المستهلك بقى عنده وعي مختلف، المستهلك الوعي بتاعه والإدراك بتاعه مختلف. فهل أنا بقى أشتغل على البروجكت ده ولا لأ؟ هل أنا أشتغل على عند المستهلك كده عشان برضه تبقى انت، هل انا البروجكت اللي اختاره او الكلاينت نفسه حصل فيه عنده غيار التغيير في الوعي نفسه، هو فاهم الكلام ده ولا لا؟ هل هو فاهم الكلام ده ولا لا؟ في ناس كانت حاجزه في مشاريع، ناس كانت حاجزه في مشاريع
وبعد كده لغت لانها فقدت، حصل عندها كم انفورميشن خدته ولها المعلومات اللي هي كانت عارفاها، تمام. فهنا انت لازم بتدرس الكلاينت، وده جزء من البيرسونا بتاعت الكلاينت، الوعي بتاعه، هل هو عنده وعي كافي بالبرودكت ولا لا. زي مثلا لما كنا بنبيع في مثلا الجونه، تمام، او البيع لما كان شغال في الجونه، هل دلوقتي زي زمان خالص لما كان بيقول ان في بيع في الجونه كان الناس بتقول لا ده ازاي هنشتري هناك؟ ففي تغيرات بتحصل، هل الناس عندها ايه الوعي بتاع الناس عن البرودكت ده او البروجكت ده، سواء او في المنطقه اللي هيشتغلوا فيها دي او المنطقه اللي هيشتغلوا فيها، وعيهم عنها ايه، ايه فكر الناس عنها، تمام. دور واسال، شوف الكومنتس بتاعت الناس على المشاريع، شوف الاسئله بتاعت الناس اللي بتسالها، الكلام ده كله.